factors that affect the transfer of antibiotic throughout the blood-brain barrier. This is the blood-brain barrier, and the blood-brain barrier, it is made up of capillaries lined with endothelial cells, and the endothelial cells are tightly packed with each other. So, يعني هنا نشوف أكو endothelial cells تكون tightly packed with each other. الفاكتور الأول اللي يعتمد على the transport of the drug هو lipid solubility. يعتبر lipid solubility it is the major determinant for the ability of the drug to penetrate the blood-brain barrier. يعني هنا عندنا الخلايا endothelial cells وأكو basement membrane وأكو خلايا تابعة للدماغ اسمها الأستروسايت اللي تأخذ النيوتريات وتعطيها للنيورونز. المهم أنه حتى يعبر الدراج من خلال blood brain barrier لازم يكون lipid soluble حتى يقدر يعبر من خلال عملية الديفيوجن، لأنه ما يقدر يستعمل الدراج الباراسيلولار ترانسفير، والباراسيلولار ترانسفير هو الترانسفير of the drug between the cells. فهنا بدنا نشوف بين السيلز اكو تايت جانكشن، فهذا ما يسمح بمرور المواد من خلاله، فلهذا الباراسيلولار ترانسفير بالبلود برين بارير يكون قليل. لكن اكثر الدراكس تعبر عن طريق عمليه الديفيوجن، حتى يصير بها ديفيوجن لازم تكون هايلي ليبيد سوليبل. من ضمن الليبيد سوليبل انتي بايوتكس عندنا الكلورامفينيكول والمترانيدازول اللي هو الفلاجيل. هذه اثنيناتهم بيها good penetration throughout the blood-brain barrier and go to the brain in appreciable amount. ليش؟ لأنه تكون lipophilic. لكن عندنا قسم من المواد تكون hydrophilic، مثلا البيتا-لاكتام antibiotics. البيتا-لاكتام antibiotics اللي تشمل لنا جماعة البنسلينز وجماعة السيفالوسبورينز أو المونوبكتام، هذه الدراكس بطبيعتها تكون hydrophilic. فإذا كانت hydrophilic فبصعوبة أنه تعبر من خلال عملية السمبل ديفيوجن، فتحتاج إلى ميكانيزمز أخرى، لكن هذه الميكانيزمز الثانية وجودها يعني يكون ليميتد بالبرين. يعني مثلا قد يجوز تحتاج الكارير ميديتد ترانسبورت أو الريسبتر ميديتد اندوسايتوزيز أو الادزورتيف اندوسايتوزيز، يعني عملية الالتهام الخلوي حتى تدخل المواد هذه الى داخل الخليه، لكن هذه عمليه الانفلكس باي ذيس تايب اوف ترانسبورت صح هو يكون موجود لكن يكون مور ليميتد. اكثر شيء اللايبوفيليك دراج تعبر بسهوله، الهيدروفيليك دراج اللي ما عندها قابليه انه تتحد ويا الكاريرز او انه تدخل عن طريق الاندوسايتوزيس فيكون دخولها صعب من خلال البلود برين بارير الى البرين. خاصة مثلا البنسلينز او السيفالوسبورينز تكون بالفيزيولوجيكال بي اتش تكون هي هيدروفيليك وتكون ايونايز بالفيزيولوجيكال بي اتش، فبالتالي مرورها يكون صعب. عندنا مرات تصير عندنا حالات انفكشن مثلا بالمينينجيتايتس. مينينجيتايتس هو حالة التهاب السحايا اللي هي الطبقة اللي تحيط بالخلايا مال الدماغ. بالمينينجيتايتس يصير عندنا نعرف حيصير عندنا كونجيشن the brain becomes inflamed. فلهذا البارير مال البلود برين بارير it would not act efficiently، فما حيكون يعني ما يشتغل بشكل فعال. does not work as function does not function effectively، فبالتالي هذا حيزيد لنا اللوكال بيرميابيليتي. فمثلا عندنا البيتا لاكتام انتيبايوتكس بطبيعتها هي ما تقدر تعبر البلود برين بارير باعتبارها هيدروفيليك، ما عندها فد ميكانيزم حتى او كارير ميديتد ميكانيزم حتى تعبر، هي هيدروفيليك مو لايبوفيليك حتى تعبر عن طريق الديفيوجن، فبالتالي اللي دا يصير انه ما تقدر تعبر من خلال الانتاكت كابيلاريز. لكن اذا كانت عندي منينجيتايتس فالانتجريتي مال الكابيلاريز حتضعف، حيصير عندي loss of the integrity of capillaries، فلهذا الدراكس اللي مثل البنسلين ممكن انه تعبر بسهولة من خلال blood brain barrier into the cerebrospinal fluid. العامل الثاني هو المولكيولار ويت مال الكمباوند. طبعا الدراج with low molecular weight كل ما يكون الدراج بي low molecular weight حيكون بي enhanced activity ability to cross the blood brain barrier. فقسم من الدراكس مثلا الفانكومايسين يكون البنتريشن مالته poor even in the presence of meningitis، حتى إذا كان عند الشخص meningitis فأيضا البنتريشن مالته بطبيعته يكون poor penetration. ليش؟ لأنه الفانكومايسين بطبيعته بي high molecular weight compound، فالمفروض أنه
هو ك ترايسايكليك جلايكوبيبتايد اللي بي هيدروفيليسيتي، فممكن انه يعبر البلاد برين، يعني نتوقع انه يعبر البلاد برين بارير اذا كان اكو من هنجيتايتس، بس لانه لارج جرام مولكيولار ويت، فبالتالي الفانكومايسين ما يعبر من خلال البلاد برين بارير ايفن ان ذا انفلامد منينجس او من ايفن ان اف وي هاف منينجال انفلاميشن. لكن مثلا البنسلين هو ما يعبر من خلال النورمال بلاد برين بارير، لكن اذا كان عندي انفلامد بلاد برين انفلاميشن مثلا منينجال انفلاميشن، فالبلاد برين بارير الانتجريتي حيفقدها، فبالتالي البنسلينز ممكن انه تعبر. طبعا البروتين بايندينج ايضا الهاي بروتين بايندينج افكت ذا ابيليتي اوف ذا دراج تو جو انتو ذا سي اس اف، فكل ما يكون البروتين بايندينج افينيتي اعلى كل ما حيتجمع الدراج بشكل اكثر بالبلود، وبالتالي الاماونت اوف ذا فري دراج كونسنتريشن حتكون اقل، وهذا حياثر على الترانسفير اوف ذا دراج ثرو اوف ذا بلود برين بارير انتو ذا برين. فلهذا حتى يكون عبور الدراج اكثر الى البرين لازم يكون الدراج بي بايندينج افينيتي أقل. إذا كانت البايندينج أفيليتي أعلى أيضا هذا حيأثر على العبور مالته. قسم من الانتيبايوتكس بيها فد انفلكس بامب أو فد سيرتين ترانسبورتر ميكانيزم ذات ألاو ذم تو انتر انتو ذي برين ثرو ذا بلود برين بارير. فلهذا نشوف مثلا بعض الانتيبايوتكس قد تكون لايبوفيليك بس ما ايضا تعبر عن طريق كارير ميديتد ترانسبورت او عن طريق الاندوسايتوزيس اللي قد تكون ريسبتر ميديتد اندوسايتوزيس، مثل بهاي الحاله انه فد ريسبتر ويدخل الريسبتر ويا الدراج الى داخل الجسم وبعدين يصير بي اكسترنالايزيشن فروم ذا اذر سايد، او ادزورتيف اندوسايتوزيس انه بس يجي الدراج يجي يتحد ويا السيل ممبرين يصير بي باكجنج على شكل فيسيكل والفيسيكل تعبرها الى الجهه الثانيه. هذه قد يكون باي اندوسايتوزيس او كارير ميديتد ترانسبورت، قسم من الانتيبايوتكس ممكن انه تعبر بهذه الطريقه. ايضا الانتيبايوتك عندما يدخل ايضا قد يتعرض الى افلكس بامب، هذا الافلكس بامب اللي هي تدفع الدراج اللي يدخل الى داخل الخليه او يدخل الى داخل الجسم انه تدفع او يدخل داخل الاندوثيليوم مال البلود برين بارير كابيلاريز انه تدفع الى خارج، تدفع باتجاه البلود عن طريق اكتيف ترانسبورت يسموه هذا بالافلكس بامب. طبعا اذا كان عندي مثلا زياده بالافلكس بامب فهذا حيأثر على دخول الدراج خلال البلود برين بارير، واذا كان عندي لا نقصان بالانتري اوف ذا دراج يعني مثلا عندي دامج او مشكله بالكارير ميديتد ترانسبورت او بالاندوسايتوزيس فهذا ايضا ممكن انه يدخل يقلل دخول الدراج الى داخل الجسم الى داخل البلود برين الى داخل البرين. ثانك يو.